للاستاذ محمد الدرديري الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط والمتواجد في استاد القاهره الدولي عشان يقول لنا كل الاخبار اللي تتعلق بالمنتخب الاولمبي قبل ساعات قليله جدا من انطلاق المباراه المصريه. يا استاذ محمد مساء الخير عليك. مساء النور، اهلا وسهلا بيك امير وعلى كل المشاهدين. اهلا بك، قول لنا كل الاخبار والكواليس والاجواء اللي عندك قبل انطلاق المباراه. يعني الحقيقه النهارده مباراه ان شاء الله نتوقع انها تكون مباراه كبيره، المنتخب الاولمبي في استعدادات كبيره، حضور جماهيري كبير جدا. كويس. اعداد كبيره من الجماهير بقت تتوافد على استاد القاهره قبل المباراه الاولى اللي شغاله في الوقت الحالي الاضافي. اعتقد ان في ما هتبقى في مؤازره كبيره، منتخب مصر ان شاء الله استاد هيكون مليان على اخره، ونتمنى ان شاء الله توفيق لمنتخبنا في المباراه دي. وحتى الان لم يعلن التشكيل الرسمي للجهاز الفني، خلال دقائق يعني هيتم الاعلان عن التشكيل بالظبط. حضور الجماهيري حوالي كام الف كده يا استاذ محمد؟ هو الاستاد يعني اكثر من 80% دلوقتي مليان، يعني على بدايه المباراه خلال نص ساعه هيكون اتملى كله، اكل الاستاد كامل ان شاء الله. يعني حاجه و70,000 هيكونوا متواجدين في المباراه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بقول لحضرتك في استعداد كبيره ومؤازره كبيره من الجماهير، وان شاء الله نتمنى تنتهي بتاهل مصر فوزها وتاهلها النهائي وتاهلها الاولمبياد ان شاء الله. طب انا عايز اتكلم معاك في جانب مهم قوي، وطريقه الدخول للاستاد، لان ده هيبقى شيء مهم احنا هنحاول نبني عليه لبعد بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية، يعني في الحقيقة لما إن شاء الله الجمهور يرجع للمدرجات. قول لي الظروف ماشية إزاي؟ الأمور ماشية إزاي؟ الجمهور في التزام، في انضباط؟ احكي لي القصة بتبقى عاملة إزاي من أول ما وأنت داخل الملعب كده. الحقيقة طبعًا رغم إن زي ما قلت من العبء بالحضور الجماهيري الكبير والأعداد الكبيرة اللي بتوصل، لكن في سهولة شديدة في الدخول. كويس. في نظام. كويس. نظام موضوع الفان أي دي وحجز التذاكر الإلكترونية ده بيسهل الموضوع بشكل كبير، كل واحد ماسك لابس الفان اي دي بتاعه وبيدخل بيتم مراجعته على التذكره، وفي حاله سيوله اجراءات عاديه كلها سواء اجراءات تفتيش او ده طبعا لسلامه الجماهير، ولكن انا شايف ان الامور ماشيه بشكل كويس. اعداد كبيره من الجماهير، في نظام، ما فيش تكدس، بالعكس على الرغم من ان الاعداد كبيره جدا ولكن ما فيش زحمه وما فيش تكدس، في سهوله ويسر في الدخول لحتى ارض الملعب حتى المدرجات. طيب اجواء مباراه الامس بتاعت مصر المنتخب الكبير مع جزر القمر، هل مؤثره على الجمهور اللي بتشوفه حواليك ولا الكلام ايه بالنسبه لهم يعني؟ يعني يمكن النهارده الناس كلها جايه مركزه على المنتخب الاولمبي، عايزين الفرحه النهارده بالمنتخب الاولمبي لتعويض الاخفاق اللي عمله المنتخب الكبير في المباراتين الاخيرتين في تصفيات افريقيا. اعتقد الناس كلها بتتمنى النهارده تشوف نتيجه كبيره وتعوض الجماهير كلها عايزه تعويض عن اللي شافوه في المباراتين الاخيرتين في المنتخب الكبير. تمام، مباراه غانا وكوت ديفوار اخبارها ايه؟ هو خلاص في الوقت اللي خلاص الشوط الاضافي الرابع 2-2 هيلعبوا ضربات جزاء خلال دقائق يعني. مباراه قويه برضه، فوجئنا بمستوى رائع من الفرقتين. كوت ديفوار تتقدم وغانا تتعادل، كوت ديفوار تقدم وغانا تعدل قبل نهايه الوقت الاضافي بدقائق قليله. دلوقتي بيلعبوا وقت اضافي هيبدا على ضربات الجزاء ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ محمد الدرديري الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، واتكلم معانا في اجواء مباراه منتخب مصر مباراه جنوب افريقيا، وان شاء الله نتاهل من خلالها للاولمبياد باذن الله تعالى. وحلو قوي حضور الجماهير الغفير، وان شاء الله على ميعاد المباراه زي ما قال لنا كده ممكن الاستاد يكون ممتلئ عن اخره، وده هيكون شيء ايجابي ومميز جدا في صالح منتخبنا الوطني الاولمبي باذن الله تعالى.